فضلكم ادخلوا إلى قاعتنا الرئيسية. الآن سأريكم تحفة حقيقية. ألقوا نظرة. هذه صورة رائعة، صورة الشخصية. تبدو قديمة الطراز ومضحكة. بالتأكيد من القرن الماضي. أنتم لا تعرفون أي شيء عن الفن. هذا يكفي. لنرى ماذا يمكنكم رسمه. ما الذي تخفيه عنا؟ هذا هاجي واجي، هذا لطيف. أنا سعيد لأنكم أحببتوه، لأنه جائزتكم. لا تقلقوا، الآن سيكون لديكم كل ما تحتاجوه للرسم. واو، قمصانا بيضاء. إلى الأمام، كونوا مبدعين ولا تتراجعوا. رائع، لطالما أردت أن أرسم على ملابسي. إذا قمت بذلك بشكل جيد فيمكنني أيضاً الفوز. حلم حقيقي، سأحرص على عدم القيام بحركات مفاجئة حتى لا أفسد عملي. واو، كان يمر الوقت بسرعة، علي أن أسرع. كل شيء ليس على ما يرام، أنا لا أحب رسمتي، أنا قادرة على أكثر من ذلك. أعتقد أنه من الأفضل عدم التسرع. أنا متأكدة إذا رسمت ببطء كل شيء سينجح. انظروا، يا لها من ضربات فرشاة واثقة. أنا أستاذة حقيقية، نظريتي تعمل. اللعنة، لا شيء ينجح معي. لابد لي من التفكير بشيء ما. فكرة، أنا أعرف ماذا يجب أن أفعل. يمكنني الاعتماد على ظهر بيتر. الأمر سهل بكثير. ماذا تفعلين إما؟ لقد دمرتم رسومي. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني محو هذا الطلاء. بيتر، اجلس ولا تتحرك وإلا سوف تدمر كل شيء. ابتعدي عني يا إما، أنا مشغول. أصبر، لابد لي من الفوز. الآن استلقي على الطاولة. انظري إلى ماذا فعلت، أنا مغطى بالطلاء. يبدو أن إما مجنونة، أنا خائفة منها. الحمد لله، الوقت انتهى. لا، ماذا حدث لرسمتي؟ لا تنظر هنا، عملي في مكان آخر. قصتي دمر تماماً. يا رفاق، جعلتني حزيناً جداً. الرسم الخاص بي لا يبدو جيداً أيضاً. إنه خطأهم بالكامل. لا داعي للضغط علي من أجل الشفقة. لكن هذا ليس خطأي. لا تتسرع، أقول لك، رسومي في مكان مختلف. ها هو على ظهر بيتر. هذه مسألة مختلفة تماماً. أحسنت إما، هاجي واجي لك. شكراً جزيلاً، هذا مذهل، كنت أعلم أنني سأفوز. وهذه جائزتكم الجديدة، برجر لذيذ. ليس عليكم الرسم، بل تجميع قطع الليجو على طاولتكم. الوقت بدأ، هيا أسرعوا. علي أن أعمل بجد. أنا متأكد أن البرجر الخاص بي لن يكون أسوأ من البرجر الحقيقي. يمكنني تجميع قطع الليجو، ولا يمكن للفتيات القيام بذلك. أنت تقلل من شأننا يا بيتر. الآن ورق السلطة من البرجر جاهز تقريبا. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التعامل مع هذه القطع. استسلمي ماري، ليس لديك فرصة للفوز. انتظروا لحظة، ماذا فعلت؟ لا يشبه البرجر على الإطلاق. وهذا أيضا. ما رأيك يا بيتر؟ لكنني أفعل أفضل منك، أعرف كيف أصلح كل شيء وأربح. أوبس، إما، أسقطتهم بالخطأ. رأيتك أسقطتهم عن قصد. لا يمكن إثبات ذلك. أثناء قيامك بالبحث سأصلح كل شيء. سأخفي بقايا الليجو هنا. انظر بيتر، لقد فعلتها. لكن ماذا أفعل بعد ذلك؟ لقد حصلت على كل شيء يا بيتر. لقد فشلت من التخلص مني. سترى، سأصنع برجر رائع. لكن أين باقي القطع؟ ابحثي عنهم بينما أقوم بتحويل الطائرة إلى برجر. هذا خلاب، أستطيع أن أفعلها. واو، هذا ليس كل شيء. انتهى الوقت، أريد أن أرى البرجر الخاص بكم. ماري، ماذا كنت تفعلين كل هذا الوقت؟ عملي لم ينتهي، لقد فقدت بضع قطع. توقفي عن اختلاق الهراء يا إما، قولي أنك فشلتي. مبروك يا بيتر، هذا البرجر لك. يبدو أنه أفضل عن قرب. لدي شهية، أنا بحاجة لتناول الطعام بشكل عاجل. إنه ضخم، بالكاد أستطيع وضعه في فمي. بيتر، هناك ما يكفي للجميع.
لا، فقط ألقوا نظرة على هذا المنزل الجميل. لدينا أيضاً شيء مثير للاهتمام على الطاولة. فهمت، علينا أن نصنع بيوت خبز الزنجبيل. الوقت ينفد، علينا أن نسرع. بيتي سيكون الأجمل، سألونه بمعجون السكر البودرة. كم يتدفق بشكل رائع وجميل. يجب أن أجرب أيضاً. واو، رائحته لذيذة، لا أستطيع المقاومة. حلو جداً كما أحبه بالضبط. حسناً، الآن يمكنني العمل. لقد أعطاني طاقة، أنا متأكد أن منزلي سيكون الأفضل. لقد بدأ الرفاق بالفعل، وأيضاً أنا بحاجة إلى التحرك. أضع هذه الكريمة بسلاسة، لم أكن أتوقع أن هذا سهل. أوه، هكذا سوف يسبقونني. بيتر، من ناداني؟ أهو أنت ماري؟ لا يا بيتر، انظر ماذا تفعل إيما. لا، ليس هذا، لقد أكلت نصف منزلي. ربما يمكنني إصلاحه. سأملأ هذه الحفرة بالكريمة. لا يبدو جيدا جدا، لا يمكنك الفوز. حسنا، هناك لمسات أخيرة متبقية، عملي جاهز تقريبا. كل شيء يمكن أن يتغير ماري، إذا أعطاك شخص ما الغراء بدلا من الكريمة. لقد نسيت تماما الرشات. لا تنظري إلى هنا، هذه فرصتي لتدمير كل شيء. دعينا نرى كيف ستتعاملي معها. واو، كم هو جميل، لابد لي من لصق هذا في المنتصف. هذا كل شيء رائع. ماذا يحدث؟ لماذا لا أستطيع نزع أصابعي؟ رائع، خطتي تعمل. أوه لا، لقد انهار بيتي. كيف هذا ممكن؟ قام شخص ما بإعداد هذا لي. منافس أقل روعة. أنا آسف يا ماري. حسناً، لقد حان الوقت. دعونا نرى ماذا لديك هنا. ماري، هذا سيء. بيتي أفضل بكثير من منزلها، لكنني لا أحبه أيضاً. إذن النصر لي. يا لك من رجل عظيم يا بيتر، مذهل. هذا المنزل الضخم لي، لكن ماذا أفعل به؟ لن أضع عقلي في ذلك. انظروا، شيء جديد وجائزة جديدة. هل تحبون هذه الرقيقة اللطيفة؟ جميلة، أريدها لي. يدي تمتد لملاعبتها. يمكن فقط للفائز القيام بذلك. لم أرسم بالحرق على الخشب مطلقاً، لا أعرف حتى ماذا سيحدث. استسلمي الآن إيما، أنا سيد في هذا العمل، ليس لدي مثيل. ليس لدي فكرة أين أنقر. بيتر، توقف عن دفعي، إنه يزعجني. ماذا قلت يا إيما؟ الآن يمكنك سماع كل شيء. لماذا؟ هذا أفضل، الآن لن يزعجني أحد. إيما، ما كان يجب أن تضربينني. انظري، لقد كسبت عملي. ماذا أفعل الآن؟ أريد الحصول على القطة. سنتحدث لاحقاً بيتر، ليس لدي وقت الآن. كما تقولي، على وعلى ذلك لدي بالفعل خطة ماكرة. سوف أستبدل مكواة اللحام الخاصة بك بمفك براغي. لم يتبقى سوى القليل. أوه، ما هذا؟ ليس لدي أدنى فكرة. تحكمي في نفسك يا إيما. لقد فقدت أعصابي. إنه خطأك يا بيتر. قفوا، انتهى الوقت. دعونا نرى على ماذا حصلتم. إيما، من أين أتت هذه الثقوب؟ هذا مريع. خدعني بيتر. لا تستمع إليها، لقد كسرت عملي أيضا. أما عملي رائع. هي مشابهة قليلا. حسنا، القطة لك يا ماري. تعالي إلى هنا يا حبيبتي، سألاعبك. وأنت، أبعد يديك. لقد اكتفينا من الإبداع لهذا اليوم، حان الوقت لالتقاط الأنفاس وإعادة شحن الطاقة. نراكم قريبا، وداعاً.